أكو رسم طابع المدارس والحديث عن أرقام ضايعة بين المالية وبين التربية. الحديث يتحدث عن 15 إلى 17 مليار دينار. هاي الأموال من يتابعها؟ شلون تبوب؟ تدخل بخزينة من؟ من يعطي وصولاتها؟ حملة رسم استيفاء الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال حسب قانون رقم 19 سنة 2019 المادة أولا يفرض رسم الطابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال ومقطوعة مقدارة 100 ألف دينار تستوفى من المراجعين في المحاكم والمرور وباقي الدوائر. فتجمعت لدينا أموال كثيرة. الآن أغلب مدارسنا تعبانة، مدارسنا متهالكة، فأرسلنا مخاطبات إلى وزارة المالية طلبنا منها، يعني بلغت الأموال أكثر من 16 مليار، وطلبنا من وزارة المالية صرف المبالغ إلى المدارس، فكان الجواب من الست طيف، وهي كانت وكيل وزير تقول إن هذا إنه لا توجد جهة طالبت بهذه الأموال. شنو لا توجد؟ طيف. ليش من أودع هاي الأموال لدى المالية؟ نعم، هذا الوثيقة أرسلتها لك موجودة، فتقول أنه لا توجد جهة طالبت بالأموال لكي نصرفها. زرنا احنا آني والأستاذ محمد الخفاجي من كربلاء النائب، زرنا وزير التربية وقلنا له أن طيب سامي تقول أن هذه الأموال رسوم الطابع المخصص لتصليح المدارس أنك يا وزير المالية لم تطلب بالأموال ولم تداعي بالأموال. أيه. فرد السيد وزير التربية قال كلا وألف كلا، هذا كتاب صادر من وزارة التربية يترجى ويطلب من الست طيف صرف أموال المدارس، إلى أن طيف سامي ترفض صرف أموال مبالغ رسم الطابع إلى المدارس، وهو خلاف طيب السيدة طيف سامي كون يا قانون أستاذ. رسم الطابع رقم 19. يا أستاذ أنا يمكن أعرف هاي السيدة يعني دقيقة في عملها، وهاي ليست دعاية إليها، لكن طيف سامي أكدت أن وزارة التربية أودعت لديها مبالغ استيفاء رسوم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس. التربية أودعت المبلغ؟ طبعا أودعت المبلغ، وهذا هي لم تنكر المبلغ، لم تنكر. إيش قد المبلغ بالتربية؟ تقول أموال موجودة، وهاي المبالغ المبالغ المستوفات ضمن القانون تقوم باستيفائها الدوائر المرور. أي. المحاكم تسجيل عقار ودوائر أخرى تقوم بإيداعها في وزارة المالية. إحنا الآن أنا خلص 2021 خلص وقتي أستاذ هادي، يعني يراد لنا الجزء الثاني باكر. بس يعني أكمل لك الفقرة لأن خلص الوقت وراي حتى عندنا نشرة يفتهم. بس كمل لي على السريع، المخرج ده يحكي وياي على السريع. نعم، الوثائق مرسلة لديكم. لحد هذه الساعة ست طيف ترفض صرف المبلغ المخصص للمدارس، في حين هو وارد في قانون رقم 19/2019 الذي يقول على وزارة المالية إعادة تخصيص الأموال إلى المدارس. طيب أستاذ هادي أنا الوقت خلاص كبيرة. الوقت خلاص، ممكن أن نكون غدا في حلقة من هذا الموضوع، وأترك حق الرد للسيد وزير المالية طيف سامي أو لكل الجهات التي وردت أسمائهم على لسان السيد هادي السلام.